طبعا ده العرف السائد يا جماعه، ما فيه شيء حرج يعني، ان الشريعه ما حددت صيغه معينه كده للعقد، فنمشي بالعرف اللي ماشيين به الناس يعني، طالما ما فيه حرج وما فيه مخالفه شرعيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، طلبت موكلتك آمنة محمد عمر عبد الله موكلي خالد عوض عمر سليمان على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق محبوب المتفق عليه بيننا والمخبوب، وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين. الحمد لله. طبعا الصداق يا جماعة يعطى للزوجة، ودي من الأشياء الكثير من الناس يمكن بيقصروا فيها. ربنا قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالعلماء قالوا بتعطى للمرأة يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد قبلت زواج موكلك خالد عوض عمر سليمان من موكلتي آمنة محمد عمر عبد الله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لهما ويبارك عليهما ويجعل بينهما في خير، يجمع بينهما في خير، ويصب عليهم العيش صبا، ولا يجعل عيشهما كدا كدا، ويجعله زواجا مباركا ميمونا ميسرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. مبروك. جمال بس بدون دين، فينا زايرين المال بدون دين، فينا زايرين الحسب والشرف والنسب، يقول لك أنا قبيلة الفلانية وزوجت من القبيلة الفلانية إلى آخره، وفينا زايرين الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأخير ده الدائر الدين ده أحسن زول، وقال لك أنت أبقى زي ده ما تبقى زي الثلاثة أصناف الأوائل، ده معنى الحديث. واستدل ابن حجر لذلك بحديث نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزوج النساء لأجل جمالهن، يعني ما من أجل الجمال فقط، مع أنه جمال مطلوب لكن بعد الدين، لكن الممنوع والمنهي عنه أنك تقدم الجمال على الدين، ويكون غرضك الجمال فقط أو المال فقط أو الحسب والشرف فقط، ده الممنوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزوج النساء لأجل جمالهن يعني فقط يعني، فعسى جمالهن أن يزول، تبك في أنبوبة خلاص، يجي مرض برص، المهم قال ولا تزوجوهن لأجل مالهن فعسى مالهن أي يطغيهن، يعني تكون دار المال بس حتتكبر عليك إذا هي ما عندها دين، لكن لو عندها دين ومال وجمال فبها ونعمت، لكن إذا ما عندها دين ومال فقط، عندها مال فقط وإنت اخترتها من أجل المال فقط وما عندها دين، والله تزل لك زلة، يقول لك أنا ما جبتك بعرقيك، انت ما كنت مقطع، انا اللي اكلتك وبقيت سمين كده بقروشانا، انت تمشي وين بعدين؟ مره تزلك من اجل دنانير او جنيهات تديك ليها. قال فعسى مالهن ان يطغيهن، يعني يجعلهم يتكبروا عليك انت. قال ولكن تزوجهن لدينهن ولا امة سوداء ذات دين افضل.
الشيخ العثيمين يذكر فائدة قال سبحان الله زول إذا اختار الدين في المرأة وركز على الدين أكثر من أي شيء قال فإن الله عز وجل يجملها له. الدليل شنو؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. والآن الزواجات بتفشل والطلاقات كثيرة بسبب الأمر ده. الاختيار من البداية بيكون مننا ما موفق من البداية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاصفر بذات الدين. وفي قوله فاصفر بذات الدين مش الزوجة وما عندها دين وبعدين أصلحها، لا، في قوله صلى الله عليه وسلم فاصفر بذات الدين يعني أصلا هي عندها شنو يا جماعة؟ دين. قبل ما تعرسها عرفتها عندها دين وتأكدتها، الرسول قال لك فاصفر بها، فاصفر بها. شوف اللفظ ذاته، أصفر بها يعني ما تخليها، لأن الدين يا جماعة ما في نعمة أعظم من نعمة الدين ونعمة الإسلام. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن يا تدين، يا تدين ذاته، مرة تكون بتاعت بخرات ومحايات وفوكية وشيوخ وتمشي تبرك للشيخ، دي ما عندها دين، دي خير منها بتاعت الحفلات والله جد، لأنه دي عقيدتها فاسدة وشركية ما بتنفع، ما بتنفع. مرة بتاعت حجبات وتمايم وبتاعت بخرات وفقرة وسحرة وزار، دي ما بتنفع، دي ما عندها دين خالص، ودي أكعب مرة على وجه الأرض، أكعب مرة، لأنه دي مشركة. خلاص يا تدين، الدين الذي هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. مرة تكون على منهج السلف الصالح، دي أحسن مرة. في رواية أخرى صحاح الألباني في صحيح الترغيب من هذا الحديث نفسه قال فاصفر بذات الدين والخلق، تربت يدك، دي زيادة، قال فاصفر بذات الدين والخلق، مع أنه الأخلاق من الدين ومن الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بيناتهم هنا زيادة تأكيد وزيادة تنبيه لك أن تلاحظ كما أنك تلاحظ للدين، تلاحظ لشنو يا جماعة؟ للأخلاق، زيادة تنبيه لك أنت، لأن واحد قد تلقاه حافظ قرآن لكن أخلاقه كعبة، عامل فيها الراجل في البيت، وربنا قال الرجال قوامون على النساء، قد تلقاه بيدرس النسوان أحيانا لكن تلقاه شنو؟ مرة ما عنده أخلاق، ما تطيع زوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء حينما جاء رجل بابنتي، حديث صحيح الترغيب صححه الألباني، قال يا رسول الله إن ابنتي هذه رفضت أن تتزوج، ما دار الرجال ما دار تتزوج. النبي سأله قال لي ليه؟ قالت لن أتزوج حتى تخبرني بحق الرجل على زوجتي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت بالرجل قرحة من رأسه، جرحة يعني، إلى قدميه يسيل منها الصديد والدم فلعقتها المرأة ثم ابتلعته، ما أدت حق زوجها، ما أدت حق زوجها، فوالذي نفسي بيده لن تدخل المرأة الجنة حتى ترضي ربها، ولن ترضي ربها حتى ترضي زوجها. دي صحبة الدين والأخلاق. خلاص، وموجود إن شاء الله الخير، موجود لكن قليل، فالزول يبحث، لأن الزواج ما شهوة بس يا جماعة، شهوة دي في البهائم، فيه في الحمير، فيه في أي نوع من البهائم موجودة الشهوة، لكن الذي يميز ابن آدم لا سيما المسلم أنه يختار الدين والأخلاق. والمرأة محجبة، مرأة ملتزمة، مرأة ما بتعد شوارع، مرأة لسان عفيف، مرأة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم، وخير نسائكم قال الودود الولود المواسية المواتية إذا اتقين الله. صح الألباني بالسلسلة الصحيحة، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم أجمعين.